بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا الحادي عشر ضمن موضوع الوحدة الحادي عشر، تحليل المركز المالي طويل الأجل. تحدثنا في وحدات سابقة وفي لقاء سابق أن تحليل المالي قصير الأجل لابد لنا كذلك من التطرق إلى المركز المالي طويل الأجل. فما هو مفهوم المركز المالي طويل الأجل؟ إن دراسة المركز المالي طويل الأجل المنشأة يتم تماشيا مع مبدأ اسمه مبدأ الاستمرارية، حيث أن مبدأ الاستمرارية يقوم على النظر إلى المنشأة بأنها مستمرة في أعمالها وأداء وظائفها التي تم الاستثمار الأموال فيها من أجلها. ولضمان تحقيق هذه الاستمرارية كان لابد من تحليل الهيكل التمويلي للمنشأة، والذي يبين لنا نقطتين أساسيتين: ما مدى وجود التوازن بين مصادر الأموال الداخلية والخارجية، وما مدى الكفاءة في استثمار الأموال المتاحة للمنشأة، فضلا عن ما هو التوظيف المناسب لتلك الأموال. كما قلنا، العبرة ليس بالحصول على المال، ولكن كفاءة الحصول عليه لابد من التوجيه السليم والتوظيف السليم، سواء كانت مصادر أموال داخلية أو مصادر أموال خارجية. وبالتالي علينا دراسة وتحليل هيكل التمويل الأنسب للمنشأة. ليس هناك هيكل تمويلي أمثل، يتغير مكونات الهيكل التمويلي بحسب طبيعة نشاط كل منشأة من المنشآت، وليس هناك هيكل تمويلي نمطي يمكن تعميم نسبته على بقية المنشآت. يتم تحليل أو دراسة المركز المالي طويل الأجل من وجهتي نظر: وجهة نظر أصحاب الديون طويلة الأجل، ووجهة نظر إدارة المنشأة، ولكل منهما مقاييس ومؤشرات ونسب تختلف عن الأخرى، سنتعرض لها على النحو التالي أو سنتطرق لأنه التالي. أولا، دراسة المركز المالي طويل الأجل من وجهة نظر أصحاب الديون طويلة الأجل. تقوم هذه الفئة بدراسة المركز المالي طويل الأجل من خلال عدة نسب، وذلك من أجل التأكد من الآتي: نسبة الديون طويلة الأجل إلى مصادر التمويل في المنشأة، ولضمان استرداد الدين بتاريخ الاستحقاق، ولضمان تحقيق الفائدة السنوية وتسديدها في الوقت المناسب. ما هي أهم النسب المالية التي يتم أخذها بالنظر الاعتبار من خلال وجهة أصحاب الديون طويلة الأجل؟ أولا، نسبة التمويل الخارجي للأصول. نشوف كم الديون طويلة الأجل والديون بالإضافة إلى التمويل أو الديون قصيرة الأجل، ونقسمها على صافي الأصول، بمعنى إجمالي الديون على إجمالي الأصول. تشير هذه النسبة إلى مدى مساهمة الديون في تمويل أصول الشركة. انخفاض طبعا هذا المؤشر يعتبر مؤشر إيجابي، ارتفاعها مؤشر سلبي، لأنه ارتفاعها يعني دلالة ارتفاع مؤشر مكون الباسط. وبالتالي الديون لما يكون مثلا ارتفاع أو نسبة ما يزيد من مكون هذه النسبة عن 50%، إذن ما تمتلكه هذه الشركة من استثمارات ليست مملوكة له 100%، 50 منها أو 60 منها مملوكة لمن؟ للغير. وبالتالي ارتفاعها يعتبر مؤشر سلبي، في حين انخفاضها مؤشر إيجابي إذا كان لدى الشركة ما يعوضها عن التمويلات، بمعنى زيادة مستوى التمويل الممتلك عن التمويل المقترض. النسبة الثانية اللي هو الوزن النسبي للديون طويلة الأجل، اللي هي ديون، ناخذ فقط كم الوزن النسبي للديون طويلة الأجل إلى إجمالي الديون. ما أهمية هذا المؤشر أو دلالته؟ يظهر للشركة هل الديون طويلة الأجل نسبتها أكبر إلى إجمالي الديون، وبالتالي ماذا لديها للوفاء بتلك الديون. لأنه أخذنا نحن مؤشر من مؤشرات أو من النسب المالية التقليدية للديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية. النسبة الثالثة، نسبة تغطية الديون طويلة الأجل، من ماذا سأغطيها؟ أغطيها من صافي الأصول الثابتة. إذن صافي الأصول الثابتة قسمة الديون طويلة الأجل، هنا بيمكن الشركة أو يعطي دلالة للدائنين أن الشركة تمتلك من أصولها الثابتة ما يمكنها من تغطية ما عليها من التزامات طويلة الأجل. أن ارتفاع هذا المؤشر يعتبر إيجابيا لأنه يعطي أمان أكثر للدائنين، وانخفاضه دليل ماله مؤشر سلبي. المؤشر الرابع
اللي هو لدراسة المركز المالي طويل الأجل، من وجهة نظر أصحاب الديون اللي هو نسبة تغطية الفوائد، صافي الربح قبل خصم الفوائد الثابتة على الفوائد الثابتة. ما دلالة هذه النسبة؟ أنها تظهر مدى قدرة المنشأة على توليد الأرباح الصافية بما يغطي ما عليها من فوائد. ارتفاع هذه النسبة يعتبر مؤشر إيجابي وانخفاضه مؤشر سلبي. نسبة تغطية الفائدة الثابتة يجب أن يكون أكبر من 1. هنا مثال تفصيلي للحسابات أو لما يرد من كيف نحدد أو نحسب نسب مركز المالي طويل الأجل. عندي يستلزم توفير بيانات عن الديون طويلة الأجل والديون قصيرة الأجل وصافي الأصول الثابتة وصافي الأصول وفوائد الديون الثابتة وصافي الربح قبل خصم الفوائد الثابتة، ونستطيع من خلال المعطيات الحصول على الأربع النسب التي حددناها اللي هي نسبة التمويل الخارجي للأصول. نشوف كم الديون طويلة الأجل والديون قصيرة الأجل، مجموعة الديون هذه نقسمها على صافي الأصول، فكانت النتيجة 31.25%. إذن هنا النسبة الأولى اللي هي أخذنا الديون طويلة الأجل، طويلة الأجل زائد الديون قصيرة الأجل وقسمناه على صافي الأصول، والنتيجة ضربناها في 100 علشان تطلع لي نسبة مئوية، فكانت النتيجة 31.25%. يعني إيش معنى هذه النسبة عفوا؟ معناته إنه كل 100 ريال في صافي الأصول أو استثمارها في الأصول مكنت الشركة من قدرتها على تغطية 31% بالمساهمة، أو أنه نسبة تغطية الديون إلى إجمالي الأصول كل 100 ريال تم تمويلها ب31.25 ريال من الديون بشكل إجمالا. يعني هذا تمويل سموه تمويل بالدين أو تمويل مقترض. إذن ممكن هنا أن نستنتج أن 75.68 هي المتمم للنسبة السابقة. هذا تمويل ماله؟ تمويل ممتلك، بمعنى أن الشركة تعتمد على التمويل الممتلك أكثر من التمويل الخارجي للأصول، وربما هذا يعطي انطباع إيجابي للشركة. النسبة الثانية اللي هو الوزن النسبي للديون طويلة الأجل، كم نسبة الديون طويلة الأجل؟ الديون طويلة الأجل إلى إجمالي الديون من خلال البيانات أو المعطيات طلع 60% ديون طويلة الأجل، بمعنى أنه الديون قصيرة الأجل 40%. هذا فيما يتعلق بالديون دون المساس بحقوق الملكية أو ما يسمى بالتمويل الممتلك. نأتي إلى نسبة تغطية الديون طويلة الأجل. الديون طويلة الأجل نسبة تغطيتها من صافي الأصول الثابتة على إجمالي الديون، بمعنى ما تمتلكه الشركة من استثمارات طويلة الأجل متمثلة بالأصول الثابتة، كم نستطيع من خلالها تغطية ما علي من ديون. من خلال البيانات الواضحة أمامكم يلاحظ أنه طلعت النتيجة في 300%، بمعنى أن الأصول الثابتة قادرة على تغطية الديون الطويلة الأجل بمقدار 3 مرات. هذا يعطي انطباع أكبر لأصحاب أو أمان أكثر لأصحاب الديون طويلة الأجل. النسبة الأخيرة من نسب تحديد المركز المالي ونسب المركز المالي طويل الأجل من وجهة نظر أصحاب الديون طويلة الأجل اللي هي نسبة تغطية الفائدة. صافي الربح قبل خصم الفوائد الثابتة على الفوائد الثابتة، وكانت النتيجة من خلال المعطيات أنه طلع عندي 1000
في المئة، بمعنى أن الشركة قادرة على توليد أرباح قبل خصم الفوائد الثابتة على الفوائد الثابتة بمقدار 1000%. كل 100 ريال في الفوائد يقابلها 1000 ريال في صافي الربح قبل خصم تلك الفوائد. نأتي إلى دراسة المركز المالي طويل الأجل من خلال وجهة نظر إدارة المنشأة. هنا تسعى إدارة الشركة إلى تحقيق التوازن ما بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية. لما لذلك من تأثير على استقلالية المنشأة، فالتمويل الخارجي أكبر من الداخلي، هنا يؤثر على استقلالية المنشأة. كذلك فضلا عن التأثير على ربحيتها، زيادة الفوائد المترتبة على الالتزامات طويلة الأجل يقلل من الأرباح الصافية للمنشأة. في هذه الحالة لابد من أن تسعى إدارة الشركة إلى استثمار الأموال المتاحة للمنشأة سواء كانت طويلة أجل أو قصيرة الأجل بكفاءة عالية. نأخذ بعض المؤشرات المالية أو النسب المالية التي يمكن أن يستفاد منها من وجهة نظر إدارة الشركة. أول شيء نسبة المديونية قصيرة الأجل. نسبة المديونية قصيرة الأجل من وجهة نظر إدارة المنشأة دائما تؤخذ على حقوق الملكية. إذن الديون قصيرة الأجل أو ما يسمى بالمطلوبات أو الخصوم قصيرة الأجل على حقوق الملكية. بمعنى هنا أننا كم سيكون نسبة مساهمة حقوق الملكية في الوفاء بالديون قصيرة الأجل؟ انخفاض هذا المؤشر يعطي انطباع إيجابي وارتفاعه يعطي مؤشر سلبي. هنا يفضل أن تكون نسبة المديونية قصيرة الأجل أقل من الواحد، بمعنى زيادة هذه النسبة عن الواحد الصحيح يعني تحمل الدائنون لمخاطر أكثر من التي يتحملها مالكية المنشأة نفسها. النسبة الثانية نسبة المديونية اللي هو إجمالي الديون على حقوق على حقوق الملكية. إجمالي الديون على حقوق الملكية أي بمعنى ما مدى نسبة مساهمة حقوق الملكية في الوفاء بالديون بشكل إجمالا. يعتبر انخفاضه مؤشر سلبي. لما نقول انخفاضه يعني مكون البص يستطيع تغطية مكون المقام. ارتفاعها مؤشر سلبي، وبالتالي نسبة المديونية الكاملة أكبر من الواحد. زيادة هذه النسبة عن الواحد يعني أن الديون أكبر من الأموال الخاصة المتمثلة بحقوق الملكية، مما يؤثر في الاستقلال المالي للمنشأة كما يؤثر في ضمانة الدائنين في تحصيل ديونهم. لابد من أن تعطي إدارة الشركة خلال مؤشراتها أمان أكبر للدائنين حتى تستطيع الاستمرارية في الحصول على كل ما تحتاج إليه من أموال لاستمرارية نشاطها التشغيلي. النسبة الثالثة نسبة المديونية طويلة الأجل. إذا هنا أخذنا قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية وإجمال الديون لحقوق الملكية، وكذلك الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية. وهنا نلاحظ أنه إذا ارتفعت هذه النسبة مثلت مؤشر سلبي، وانخفاضها يمثل مؤشر إيجابي. أي إن كان طبيعة الديون في البسط سواء كانت قصيرة أو طويلة أو إجمالا، فلا يجب تعريض حقوق الملكية للتأكل من أجل الوفاء بالديون. ولكن هذه المؤشرات تؤخذ كضمان أكبر ويعطي استقلالية أكبر للشركة إن كانت التمويلات من الأموال الخاصة. لكن إذا اعتمدت على الغير فهنا تعرض أو تؤثر على استقلالية الشركة واعتمادها على التمويلات الخارجية في تمويل الأصول الثابتة. هنا مثال توضيحي لنسب المركز المالي طويل الأجل من وجهة نظر الإدارة، وهي تحتاج إلى معرفة كم الديون طويلة الأجل وكم الديون طويلة الأجل وكم إجمالي الديون وكم مبلغ حقوق حقوق الملكية. ومن خلالها تستطيع احتساب كم النسبة. ونسبة مثلا هنا أعطانا بيانات
عن نسبة الديون طويلة الأجل بمقدار 80,000. إذن هنا 80,000 على حقوق الملكية اللي هي تمثل 202 مليون. إذن هنا النسبة عندي بتكون ما نسبته 40%. يعني كل 100 ريال، كل 100 ريال تساهم في تغطية 40 ريال من الديون طويلة ليش الأجل. لو أخذنا الديون قصيرة الأجل مثلا 40,000 على 2 مليون لحقوق الملكية واحتسبناها كنسبة مئوية، فهي تعطينا كم؟ 20%. إذن 20% يعني كل 100 ريال في حقوق الملكية يمكن من خلالها تغطية ما مبلغه 20 ريال في الديون قصيرة ليش الأجل. أما ما يتعلق بإجمالي الديون بالنسبة لي 120، هنا 120,000 على 2 مليون في 100 يعطينا ما نسبته 60%. بمعنى أنه الشركة تعتمد في تمويلاتها أو ضمان حقوق الديون من حقوق الملكية بما نسبته 60%. نأتي إلى قرارات الاستثمار وقرارات التمويل في هذا الجزء. تعتبر قرارات الاستثمار من أهم قرارات الإدارة المالية وعقدها بسبب طبيعتها الاستثمارية. والغالب في هذه القرارات أن الإدارة المالية تلجأ لها أملا في زيادة العائد على الاستثمار أو ما يسمى القوة الإيرادية من أجل تعظيم ثروة الملاك أو تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد. وتنحصر قرارات الاستثمار في اختيار نوع الأصول التي يجب أن تستخدم من قبل إدارة المنشأة لتحقيق عوائد مستقبلية. ومن المعلوم أن مفهوم الاستثمار هو التضحية بمنفعة حالية من أجل تحقيق منفعة مستقبلية، وبالتالي لابد عن الشركة من أن تحدد وجهتها الاستثمارية، لأن يترتب على ذلك بحثا عن أموال والدخول في توظيف لتلك الأموال ربما لا تجدي، وتغيير المجال الاستثماري ربما يكون له تبعات. لهذا من الأفضل التأكد من أن أي نوع من أنواع الأصول المتاحة لابد أن يكون هناك مبررا اقتصاديا لاستخدامه داخل منشأة الأعمال أو الاحتفاظ به للفترة القادمة. إلى جانب أنه العوائد المستقبلية للقرارات الاستثمارية غير معروفة بدرجة من الدقة والضمان، فلذلك نحن دائما نشوف ما مدى أو درجة المخاطرة اللي ممكن تتعرض لها الاستثمارات. فكلما زادت الرغبة في تحقيق عائد أكبر كلما زادت درجة المخاطرة لذلك، مما يتطلب تقييم القرارات الاستثمار في ضوء متغيرين أساسيين: العائد المتوقع والمخاطرة المحتملة. هناك نوعين من أنواع القرارات في الاستثمار، إما قصيرة الأجل وإما طويلة الأجل. قصيرة الأجل يدور فحواها حول الأصول المتداولة مثل النقد والاستثمارات المؤقتة والذمم المدينة والمخزون السلعي، لارتباط ذلك بحركة الدورة التشغيلية وبقدرة المنشأة في تحقيق وتعظيم عوائدها وفي تحديد وضمان السيولة المطلوبة. لذلك فالقرار السليم هو القرار الذي يضمن الحجم الاقتصادي الأمثل لحجم الاستثمار في الأصول المتداولة. أما فيما يتعلق بقرارات الاستثمار طويلة الأجل وهي تعتبر أخطر وأصعب القرارات المالية لكونه يرتبط بنوع من الاستثمار إما بكبر مبلغه أو بضمان عوائده لسنوات لفترات زمنية مستقبلية، إضافة إلى أن هذا النوع من الاستثمار يرسم حدود العملية الإنتاجية في منشأة الأعمال، وليس من السهولة التخلص من الاستثمارات طويلة الأجل أو التحول عنها إلى استثمارات أخرى. نأتي إلى قرارات التمويل. فضلا عن قرارات الاستثمار، تأتي قرارات التمويل كذلك تعتبر من القرارات المعقدة كونها تتعلق بتحديد وصياغة هيكل التمويل الأمثل المناسب لمنشأة الأعمال، والذي تصل من خلاله إلى اختيار هيكل التمويل الذي يؤدي إلى تعظيم ثروة الملاك أو تعظيم القيمة السوقية للسهم.
هنا مجموعة من الاعتبارات يجب أن يراعيها المدير المالي قبل اتخاذ القرار التمويلي، منها توفير الأموال في الوقت المناسب، توفير الأموال خلال فترات زمنية مناسبة، توفير الأموال بأقل تكلفة ممكنة، استثمار الأموال في المجالات الأكثر فائدة. وتعزيزا لدور الإدارة المالية في نشاطها التمويلي، فيجب الأخذ في الاعتبار جملة متغيرات أساسية في اتخاذ القرار التمويلي، متمثلا بهيكل التمويل المطلوب، المرونة، الكلفة، الزمن. فهذه الأربع العناصر تشكل في مجملها المحددات الأساسية للأبعاد الرئيسية بصدد أو التي تهدد القرار المالي. فوجود الأموال في الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة وهناك مرونة لعملية جدولة الديون أو الحصول عليها يمكن من تحديد هيكل التمويل الأنسب بما يتناسب وطبيعة المجالات الاستثمارية أو سياسات الاستثمار. لدينا القرار الأخير من قرارات الإدارة المالية وخاصة في المراكز المالية طويلة الأجل، توزيع الأرباح. توزيع الأرباح يمثل قرارات حاسمة في المنشآت وتؤثر بدورها على القيمة السوقية للمنشأة. وقد سبق الحديث عن أن القيمة السوقية لأسهم أي شركة تعتمد على أو تعتمد بدرجة أساسية على متغيرين هما نصيب السهم من الأرباح الموزعة وكذلك معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر. إذن هنا القيمة السوقية للسهم تحسب نصيب السهم من الأرباح الموزعة في البسط على معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر في المقام. فكلما زاد نصيب السهم زاد الإقبال على شراء الأسهم، مما يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية للسهم. لهذا يجب على الشركة أن تحدد النسبة المئوية للأرباح النقدية التي توزعها للمساهمين وزمن توزيع هذه الأرباح، وبالتالي يجب أن تحتفظ بها الإدارة داخل الشركة بشكل ما يسمى، لأنه أنت عندك الأرباح جزئين، جزء يحتجز كاحتياطي أرباح وجزء يوزع باعتباره مصدر أو جزء من استحقاق المساهمين في عملية الاستثمار في الشركة. فمن مصادر التمويل الداخلية اللي من ضمن مكونات حقوق الملكية الأرباح المحتجزة. هنا يأتي السياسة المناسبة، ليس هناك سياسة مناسبة، وهناك نظريات عدة تناولت مقسوم الأرباح، منها نظرية الفضلة أو المتبقي، ومنها نظرية وولتر لتحديد كم ما هو تأثير نسب التوزيع للأرباح على القيمة السوقية في ظل متغيري كلفة رأس المال وكذلك العائد على الاستثمار. من المؤكد أن مجموعة القرارات للدخول في عملية التوزيع تكون مهمة نظرا للرغبات المتعارضة فيما بين المستثمرين والإدارة. المستثمرين يرغبون بزيادة مكاسبهم النقدية من خلال توزيع نسبة أكبر من الأرباح عليهم، في حين تفضل الإدارة زيادة الجزء المحتجز لضمان أموال مهمة لأغراض التوسع الاستثماري داخل المنشأة. لهذا يجب على إدارة الشركة الاهتمام بما تصدر من قرارات سواء كانت استثمارية أو كانت تمويلية أو كانت تتعلق بتوزيع الأرباح، وانعكاس تلك القرارات على استمرارية وديمومة وبقاء الشركة، بحيث أنه تعمل نوع من التوازن ما بين الاستثمار والتمويل وكذلك توزيع الأرباح. تمنياتي للجميع بالتوفيق، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.